مرحبا، معكم المهندس قصي حتار من شركة جودي اليو. من خلال المشاكل والأسئلة اللي كانت تيجينا على قسم الصيانة وخصوصا المتعلقة بفرن الثيرم 3 والهيترات، نقدر نحكي بشكل عام حاب أحكي لكم اليوم شوية نصائح وملاحظات كيف تتعامل مع الفرن وتحافظ عليه وتطول بعمره. أول نقطة حاب أحكي لك إياها اليوم إنه الهاي تمبرتشر مش هي اللي بتقصر عمر الهيت إليمنت. من الأسباب اللي بتقصر عمر الهيت إليمنت اللي هو الهيت ليت، ولما زاد الهيت ريت راح يقل العمر تبع الفرن خصوصا الهيترات. والاشياء اللي راح تقدر تشوفها وتلاحظها اللي هو ظهور فقاعات او كسور على الهيترات. مقاومه الهيترات بتراوح حسب نوع الفرن بين 6 الى 12 اوم. بالنسبه لفرن الثيرم 3 بنحكي بين قيمه بين 6 الى 8 اوم. طبعا كل ما زاد استعمال الفرن والاستعمال بالهيترات راح تزيد هاي المقاومه من 30 تقريبا يمكن توصل 40 اوم. عشان هيك حاب أنا أنصحك نصيحة، في حال عطلت واحدة من الهيترات ما تغير واحدة، وما بدي أقول لك تغير الأربعة مرة واحدة، الصح إنه ينفع صوت ثلاثة الباقيين، وعلى أساسها بنقدر نحكم هل تزبط تركب هيتر جديد ولا لازم تغيروا الأربعة. في حال غيرنا هيتر إليمنت واحد والثلاثة اللي قدام مثلا كانوا عندنا مقاوماتهم عالية، راح يكون عندنا اختلاف بسريان تيار الكهربائي، راح يأثر على هيتر واحد اللي هو الجديد، راح يكون عليه لود عالي مما يؤدي إلى كسره، وبرضه راح يأثر على الثلاثة اللي قدام في احتمال تزيد مقاومتهم كمان ويختلفوا وتطلع يصير عندنا فيهم كسر أو تعطل. انتظام الكهرباء لازم يكون في المختبر الكهرباء منتظمة، ما بتقطع، ما بيكون عندك ولتية مرة بتيجي عالية مرة بتيجي واطية. إذا كان عندك هيك الوضع يفضل يكون في عندك منظم للكهرباء، مش يقوي، منظم للكهرباء. منظم الكهرباء وظيفته يعطيك سريان تيار ثابت عشان تحافظ على البورد وتطول بعمره وما يصير في عندك شورت سيركت أو يتعطل أي فيج. ملونات الزيركون، ملونات الزيركون مع إنه في ناس لسه بتستعملها وفي ناس بطلت، بس لازم نحكي عنها لو كانت بشكل سريع. لازم يكون أساس الملون يا مائي أو كحولي. هلا في حال كان أسد لازم نشفه عشان ما يطلع مواد تأثر على الهيترات داخل الفرن وأثناء برنامج السنترة. النقل، لما تيجي تنقل فرنك لازم تفك الهيترات، ولما ترجع تركبهم بعد ما تنقله ما تشد البراغ كثير، لأنه شدتهم في احتمال تعمل تنشن على الهيترات وتكسرهم. هاي أول سبب. وإذا كانوا برضو البراغ راخيات راح يكون في عندك لوز بالسيركت وراح يأثر على الهيترات. بتمنى تكون هاي النصايح فادتكم وبنشوفكم بفيديو ثاني.